إلى أين عزمت الرحيل يا محمود؟ أين تعثرت قدماك الصغيرتان؟ وفي أي درب خطت تلك الخطى المرتجفة؟ أبين الأشواك أم بين الورود؟ إلى أين عزمت الرحيل يا محمود؟ أين تعثرت قدماك الصغيرتان؟ وفي أي درب خطت تلك الخطى المرتجفة؟ بين الأشواك أم بين الورود؟ عد يا صغيري، عد يا صغيري، فحناي القلب تمزقت لوعة، والكون الكبير ما عاد يتسع لتلك الأحزان، وأمك المكسورة ضاقت بها الدنيا وما عادت تحتمل دونك الوجود. عد يا صغيري، فحناي القلب تمزقت لوعة، والكون الكبير ما عاد يتسع لتلك الأحزان، وأمك المكسورة ضاقت بها الدنيا وما عادت تحتمل دونك الوجود. إلى أين عزمت الرحيل يا محمود؟ أين أنت؟ أخبرهم بالله عليك ولا تستعجل الرحيل. أين اختفى ذلك الوجه البريء وتلك العيون وذاك الجسد الهزيل؟ أين راح الملاك؟ أين المستحيل؟ أين أنت؟ أخبرهم بالله عليك ولا تستعجل الرحيل. أين اختفى ذلك الوجه البريء وتلك العيون وذاك الجسد الهزيل؟ أين راح الملاك؟ أإلى المستحيل؟ أإلى المستحيل؟ بالله عليك يا صغيري، عد، فما عاد في القلب متسع للحزن، وما عادت النفس تهوى الحياة. عد يا صاحب الوجه الملائكي الجميل. بالله عليك، بالله عليك يا صغيري، عد، فما عاد في القلب متسع للحزن، وما عادت النفس تهوى الحياة. عد يا صاحب الوجه الملائكي الجميل. عد بالله عليك يا محمود، عد بالله عليك يا محمود، إلى أم وأب من بعدك قد يصيبهم الهزل والجمود. عد بالله عليك يا أيها الخاطف المتجبر، يا أيها الخاطف المتجبر، أما أحرقك دمع الرجولة في عيون الوالد المكلوم؟ يا أيها الخاطف المتجبر، يا أيها الخاطف المتجبر، أما أوجعتك آهة أم لم تنم ليلها، جفت أحضانها وصغيرها مفقود؟ يا أيها الخاطف المتجبر، يا أيها الخاطف المتجبر، أما أفزعتك دموع الصغير وكلماته المتلعثمة؟ أيها الحاقد الجحود، أيها الحاقد الجحود، يا أيها الخاطف المتجبر، أما أفزعتك دعواتهم عليك في القيام وفي السجود؟ يا أيها الخاطف المتجبر، أما أفزعتك دعواتهم عليك في القيام وفي السجود؟
لكم الله آل جحفة بفقيدكم محمود. حسبكم الله وحده في كل ظالم مختطف قلبه جنود. لنا ولكم الله، لنا ولكم الله.